ايه الشياكه والحلاوه دي؟ وايه اللي انت شايله في ايدك ده؟ جبت لك 4 كيلو بسبوسه كل كيلو لوحده عشان خطه يعني. هو عامل لطفي هنا؟ ايوه هنا. خساره. طب ادخل ادخل باللي انت جايبه ده. يا بابا انا شبرو عرفاك المجرم السوابق. خلص انت لا مؤاخذة متجوزة؟ قصك فيه انت بقى؟ لاهلك انا متجوزة ولا لا يا جعر الحلة انت؟ اصل انا لا مؤاخذة متجوز وعاوز اكمل نص ديني. الله يحرق ناسك جبر يلمك. طب روح اتسبح وانضف الاول قبل ما تبصبص. ايه البكابورت اللي طفح علينا ده؟ بكابورت ده يبقى عيلتك يا رد السجون يا جزمة. عارف لو ما روحتش من هنا دلوقت والله هقطعك بالسكينة دي. في يا بنت بتتخانقي مع مين؟ كير صالح مرت خالي. دول ما بيجوش غير بالجزمه. في ايه يا ابني؟ خير؟ ارضيك يا حاجه نبقى واكلين عيش وملح في البيت ده ونتهزع على بابه كده. انت اللي هزكت نفسك بمياستك ومرجعتك يا بابا. احنا جايين نسال على زيزو يا حاجه ودي كل الحكايه. قول يا ابني عايز ايه وخلصنا. عايزين نقفل بابنا علينا. طيب بقولك يا حاجه لما يجي زيزو قولي له ان المعلم شرشابي والمعلم انديل بيدوروا عليه وعايزينه حالا. حاضر حاضر يا ابني. خلاص سمعنا قطرة ما يدعكك يا بنت. بالراحة. طب والسمك بيشمه زي القطط؟ الرز بيشمه كمان؟ هو انت كل حد يجي يخبط علينا تعملي الهليلة دي؟ انت ناسية ان الفلوس جوا يا مرت خالي. ما تصحي اصحي. اه صحيح. مين دي اللي تصحي يا بنت الهبلة؟ هو ده موقفي عم الحاج من ارض الله. فانا يسعدني ويشرفني ان اطلب ايد بنتك واحطها في عناية. والله يا عزيز يا ابني طلبه ده بالنسبه لي يعني مش مفاجاه. طب الحمد لله. بس انا ولبنى يعني متعودين نتكلم مع بعض بمنتهى الصراحه حتى في الحاجات الخاصه دي. يعني حكيت لك؟ حكيت لي بس ما ينفعش. يعني ايه ما ينفعش يا بابا؟ بص يا عبد العزيز انا اكبر منكم في السن وشفت وقريت وتعلمت حاجات كتير قوي في الدنيا دي. في حاجات يا عبد العزيز لازم الاول الواحد يشوفها ويتعلم منها وبعدين يفكر. حاجات زي ايه يا عم لطفي؟ اقول لك يعني مثلا ولادكم هيقولوا لك ماما بتشتغل دكتوره انت بتشتغل ايه؟ صحابكم ومعارفكم وجيرانكم لما يجتمعوا في قعده ولا مناسبه كل واحد هيقعد يتكلم في شغله وهو حقق ايه وعمل ايه. انت ساعتها هتحس بالاحراج، هتحس ان كان جواك جرح مش قادر تتمسه بايدك. يا واد اصبر شويه بالراحه ابوك هيشوفنا ويقعد يسال فينا 30 سؤال. والله اقدرك يا بنت انت اقعدي ساكته. انا حران ومرتبك على فكره مش عارف اعمل ايه. ايه مرتبك دي؟ ما تفرد لي نفسك وتعمل لي فيها راجل. يلا بينا. اللي هتفلح يا عاصم بشروط اختك القرشانه بنت القرشانه دي. بس صدقني اهي لو فلحت ولا فلحت الموضوع. بتقول حاجه يا حاج؟ بتقول ايه انت كمان؟ انت مالك؟ الله بهب اللسعه. اتجننت يا عطيه ولا انت عايز عطر شافع انت كمان؟ لا يا حاج شوطه تاخدكم انت وكل تصوميات. حقك على الله عليك. حاضر يلا. يا حاج بس انا عم لطفي مش هفضل زي ما انا كده محلك سر. انا بدات اتاجر واكسب وان شاء الله بكره تبقى فخور بيا. بكره امي واخواتي واهلي ولبنى والدنيا دي كلها تشاور عليا. انا ما قلتلكش الا مسكت قرش وقرش محترم كمان اقدر افتح بيت واتجوز واجيب شبكه واعمل احسن فرح. ايوه بس مش بنتي. لان الفرق بينك وبين بنتي مش فلوسه بس. يبقى قصدك التعليم يا عبد العزيز. التعليم مش مجرد شهاده وظيفه. لا التعليم ثقافة، فهم، قراية. أنت فاهمني؟ يعني أنت لازم تشوف الدنيا بشكل تاني خالص. فهمتك يا عم لطفي.
استنى يا زيزو، ولو انا قلت لك ان كل الكلام ده مش فارق معايا هقول لك اللي انت شايفاه صح. اعملي خلاص يا عم لطفي، حضرتك اديتني درس عمري ما هنساه. فجأة وحشة ولا ايه؟ ازيك يا عاصم؟ عروسة حبيبة قلبي، لو هتسيبي عاصم برا فأنا هدخل. ازيك يا عم لطفي؟ أنا هنا عاصم يا ابني، ايه المفاجأة الحلوة دي؟ اتفضل. ايه اللي جاب الكهربائي هنا يا عم لطفي؟ حاجة بايظة ولا ايه؟ طيب استأذن أنا يا عم لطفي. أحسن برضه عشان نعرف نتكلم. خليني مستحمل رسالتك دي لما أشوف ايه آخرتها. بتقول الكلام ده لمين؟ اروح امك. ما اقوله ليك ولا اهلك كل اتشدد لك كمان. انت بتعمل كده مع مين يا دي عبد الكريم؟ بره رجعت له. اطلع بره، انا هفرج عليك شارع بحديث كل. اطلع يا اطلع يا ايه، انا هفرج عليك الشارع كله. انزل يا زيزو. بيتخانق في شارع عبد العزيز مع ظابط، والناس ملمومين عليه وهيقطعوه. يا مرأة خدني عند الله خليه. هي بنت اشكال في ايه؟ بتخانق يا باشا. ايدك يا باشا. اسعاف يا جدعان، اسعاف يا جدعان. اشجان رد عليا يا اشجان. معلش يا اشجان يا اختي، ان شاء الله هتمي بالسلامه. زيزو انا عايزك تنزل الاستقبال تشوف دراعك ده يكون اتكسر ولا حاجه. اشجان اتضربت بالنار بدال يا لبنى، المفروض انا اكون مكانها دلوقتي. بعد الشر عليك، ما تنزل صحيح تبص على الدكتور ويشوفك مالك. سيبوني في حالي بقى. سلامتك سلامتك يا ضحايا. شرشاب يعمل حاجه الوضع اللي دي مننا. ما تجننينيش يا كريم، ايه نعي يروح معانا المستشفى عشان نطمن عليه؟ يا بابا انا كويس ومش محتاج مستشفى. الله، ده ابن السكينه سرقان. انا كل اللي عايزكم تعملوه تجيبوا لي الواد الكلب ده هنا وخلص عليه. ده بالله يا عاصم، نروح المستشفى الاول نطمن عليه. ممكن تسيبوني كلكم وتطلعوا بره؟ يا ابني يا ابني بس بروح نعمل شويه اشعات ونعرف ان مفيش نزيف ولا حاجه. يا بابا انا كل اللي عايزكم تعملوا ده. يا عاصم باشا، هم عايزين يطمنوا على حضرتك وبعد كده اعمل اللي انت عايز تعمله. يلا يا ابني هنا. يلا اخويا انزل استناني تحت. حاضر يا معلم. حاضر يا معلم. حاضر يا معلم. عشان خاطر امك حبيبتك والنبي تروح المستشفى يا عم. النبي يا شابي. ها عايزك كلمتين. تعال. شايف نشوفيه الدماغ يا قنديل؟ بطل دوشه بقى واسمعني. قول اهم حاجه ناخد الواد نوديه المستشفى. ممكن الواد يطلع عنده كسر، يطلع عنده نزيف داخلي. هم عملوا له محضر في المستشفى، هنقول ايه؟ مالكش دعوه. ليه حل؟ حل ايه بس؟ الله، احنا هنحل ايه ولا ايه؟ الواد زيزو معاه الطبنجه بتاعتي، قربته الرصاصه في جسمه، هتحل ايه ولا ايه؟ هيعمل لنا محضر ويبهدلنا. يا سيدي واحده واحده، الاول المستشفى وبعد كده هنتصرف في الباقي. خلاص يلا. طب اقنعه بس الاول ننزل معاه. حاضر تعال. يا ابني استهدى بالله واسمعني، تروح المستشفى يا عاصم. ما انا قلت لا بقى، ما تسيبوني بقى يا ما في ايه. اهدى بالله، اهدى يا عاصم اهدى. بقول لك ايه،
انا مش هينفع اروح المستشفى دي خالص، لازم اروح مستشفى تبع الشرطه عشان يحصل تقرير حكومي. ما هو ده اللي مش عايزينه يحصل، عارف ليه؟ مش عايز اعرف يابا. الواد ده يجي هنا ما انا قلت لك. الله يا ابني اهبط شويه بقى، ما يهمكش دلوقتي ايه اللي حصل وتجيب مين والواد الكلب ودوشه الدماغ دي. الواد ده الداخليه كلها هتتقلب عليه وهيجي من تحت قطيع الارض. يا ابني هتقول لهم ايه في الداخليه؟ ضربت واحده بمسدس مش مرخص عشان توديني في داهيه وتضيع مستقبلك؟ عشان كده عايز اوديك مستشفى خصوصي بتاعت واحد صاحبي بدل ما نخش في محاضر ونلازي منه. ولما اروح بقى بربطه مكسوره ايه اللي هيحصل؟ يا سلام، عملت حادثه بالعربيه. عربيه خبطتك ومعرفتش تاخد نمرتها. ايوه يا عاصم، ايوه يا حبيبي. وبعدين الواد ده مش هيروح له قريبته اتضربت بالنار دي، مش هيروح يعمل في مستشفى حكومي محضر هو كمان؟ واد ايه بقى؟ واد ايه؟ الواد ده هتجيبه بعد خلاص. يا ابني استهدى بالله واسمعني، تروح المستشفى عشان خاطر امك. يا ابني اسمع اللي بقول لك عليه، افهمني. ضربت واحده بالنار بمسدس مش مرخص، شارع عبد العزيز كله اتفرج عليه. البوليس بح بتصعبها علينا ليه؟ اهدى بالله يا شرشابي، كل حاجه ليها حل. حل ايه بس وبتاع ايه؟ دي كانت مدعكه يا جدعان وتذكر في كتب الشقاوه. ايه ده بقى يا سي زفت انت هو، خلينا نشوف مصالحنا. انما ايه الحكايه بقى وايه السبب؟ عشان انا لغايه دلوقتي ماليش فاهم. بنت لطفي يا سيدي. ايه ده، الدكتوره هي السبب في ال معقوله؟ هي الدكتوره السبب في الحكايه؟ ايوه الدكتوره هي السبب في ال الواد مش ايه ده يا عم انت هو، نشوف التليفونات. الو، ايوه يا حاج. تمام يا حاج. لا طلع لك يا حاج على طول. سلام يا معلمي. قال لك شاف عيني معاك. يلا يا حضرات نطلع عشان خاطر باين عليه وافق انه يروح المستشفى. اتفضل اتفضل انت واحنا هناخد بالنا من المعرض. خد يلا يا معرض. ايه يا عم الحاج ده، محل اكل عيش. يلا معوره خلي بالك من المحل. اللي حصل يا طلال؟ اسمعت طلالها ايه؟ ما تخافيش يا ام، حصل خير. خير هيجي منين بس؟ اخوك بيقول انها اتضربت بالنار. ده كلام تقوله يا ابني انت؟ ما هو إدارة المستشفى هي اللي قالت لها كده. هي عملت العملية ولا لسه؟ عملت العملية. يا لهوي، هي حصلت عمليات كمان؟ أقول لأهلها إيه؟ وطي صوتك يا أما. طب لو خدوا خبر مش هيسكتوا، دي اتأخر بدالك يا زيزو. يا لهوي يا ابني، أستر يا رب، أستر يا رب. ودي كمان إدارة المستشفى اللي تقولها؟ أستر يا رب. عليكم السلام. عبد العزيز عبد الرحيم. أيوة بيه. أنت اللي دخلت الحالة دي المستشفى؟ أيوة بيه. متهيألي كده اطمنت على حالك، ممكن تيجي معانا من المعمل. طيب التقرير الطبي وصل؟ بلغونا انه بينكتب ونازل حالا. اتفضل. ماشي ماشي. انا هنزل مع زيزو تحت يا عم. معلش يا حاج، هدي نفسك ان شاء الله خير. شكل حلو قوي. اتكل على الله يا حاج، ريحه شاطو المحل شكله هيولع. الله يسهلك يابا. بتكلم التلفزيون ده يا حاج؟ الله يسهلك يا ابا. بعد الفيلم يابا، بعد الفيلم. ايه ده؟ فيلم ايه ده؟ قول حسابك يا جدعان. حساب مين يا واد؟ حساب مع المعلم بكرو. بكرو؟ اه نص. وحياه امك حاسبني. ليك حساب؟ ايوه يا عم. حسابك كام؟ 17 جنيه. عند المعلم عطيه. بقول لك بص، انا هقول لك حاجه واحده، مهما كنت كبير فالله اكبر. انت شفت الفيلم ده قبل كده جعوره؟ اصل ده الفيلم بتاع شيبوبو هفله اللي شفته زمان في الدجع عندنا. يا ابني لا بلا. وبعدين معاكوا بقى ها؟ خلصونا بقى حضرات. جرام عطيه، انت كل ما تشوفنا تحسسنا ان احنا ولود الوزده السوداء. لا يا عم الحاج، ولا نحسسكم ولا غيره، ده محل اكل عيش. يا عم عارفين محل اكل عيش ولا قلت لك انه دولاب؟ طيب اتفضلوا بقى عشان خاطر الدنيا تمشي يا اخوانا. يلا بكرة. على فين يا اسطى؟ بقول لك يا عطيه سعيد، اتفضل اتفضل اتفضل. اللي صحيح ان انت كنت بتعمل ايه امبارح في ميدان العتبه؟ مداد ايه؟ مداد العتبة. ايه يعني بعمل ايه في مداد العتبة؟ يعني مش فاهم. بركب من هناك عشان مروح. اه بس لمؤاخذة يعني الموقف بتاع الاتوبيس بتاعك بعيد عن السنترال يعني. بعيد عن ايه؟ بعيد عن السنترال. اه بعيد عن السنترال، بس كنت بقضي مصلحة يا اخوانا. في ايه يعني؟ حلوة المصلحة دي يا عطية، كده يبقى في السليم المعوجي وجراش الجراش ونو باركنج يا معلم. اتفضل يا معلم عطية شوف شغلك. طب اتفضلوا يا حضرات والنبي تهونا. اعلي شويه والنبي. اعلي ايه يا عم الحاج؟ يا شبر وخد بكر والنبي. وانت يا عم الحاج ما تقوم، خلينا نشوف اكل عيش. يا مسيح تحضر الفيلم عادي. خلاص يلا يا بكر. انا فين يا عم؟ نروح على قهوه مصر نضرب حجرين شيشه ونفهم الدنيا عايزه مننا ايه وحاجات كده يعني. حاجات كده يعني. بقول لك يا بكر، اقرش معايا كده.
تعرفش مين اللي بلغ عن مخزن المعلم انديل؟ يابا عارف طبعا. ايه ده عارف ياض؟ انت فاكر ده عبيط ولا ايه؟ انت متفاجئني ياض، قول لي ياض مين؟ بس لو تعرف انت تقولي هما بيعملوا ايه للبيد اقول لك انا بيد بلغ على بيد. يلا يا ابو يلا يا ابو يلا بالراحه عليا يا عمنا. الليله بتاعت مكوه البخار دي كانت بتلعب في 15,000، ايه اللي بدل الاوضاع؟ يا سيدي يا سيدي لو كبير عليك سيبني لما اعلق على حاجه على القد وبعدين اقول لك. والله من ناحيه كبيره يا كبيره يعني 75,000 مش معاه دلوقتي يا سيدي. ما تشوف شريكك يشيل معاك. ما انا بتكلم عليه انا وشريكي. بقول لك حاجه، تدينا التلت لما ربك يرزق ونبيعها. وحياه ولادي وولادك تخسرني لو قطعتها. فلوسك دي فلوسك دي في شغل الاستثمار ولا في شغل النيله الاستيراد ولا ليها لازمه، مجرد ملاليب. دبر نفسك يا اخويا دبر نفسك، صعبان عليا تروح لحد غيرك ما تبقاش من نصيبك. قرشها حلو كويس سريع. قلت ايه؟ ما انا مش قادر اقول لك اصبر عليا لحد ما دبر نفسي. مفيش، انا عارف البير وغطاه. يبقى خلاص بقى نتقابل في حاجه كده يكون فلوسها قريبه من دي شويتين. اصبر بس كده لحد ما ادورها في دماغي. اسمع، انت فاضل لك كام يوم وتستلمها؟ هستلمها كمان 4-5 ايام. وانت عارف السوق ما ينفعش ان انا ادفع فلوس عشان تخزين وتشوين وتحميل وفي الاخر ابيعها مقطعه ولا اقطعها. بص انا اقول لك على حاجه، اي حاجة هصرفها هتبقى زيادة في التكلفة. انت نفسك مش هترضى تاخدها مني لما اغليها عليك عشان اغطي نفسي. ماشي عمنا على قولك، نخليها بقى في حاجة قريبة عن كده. على خيرة الله، بس زي ما احنا دايما متفقين مع بعض. ولا كلمة ولا كأني سمعت حاجة. تمام واخد بالك. السلام عليكم عمنا. الف سلامة حاج. الف سلامة. يلا تبقى بقك وتقسم لغيرك. كبدي عليك يا بنتي، ربنا يقوم بالسلامة يا رب. كلها ساعة وتفوت إن شاء الله. اسمعوا من بقك يا بنتي، وزيزو اتأخر كده ليه؟ أنت عارفة بقى المحضر والأقوال اللي ياخدوها من الحاجات دي بتاخد وقت. قولي لي يا بنتي، إيه سبب الحركة؟ أنا كل ما أسألك تقولي لي كلمتين وتسكتي. هقول لك إيه بس، هو زيزو جاي يخطبني وعاصم اخته طب بقى وحصل اللي حصل. لبنى عايزينك تحت عشان ياخدوا اقوالك. هو زيزو خلص؟ اه خدوا اقوال هو وسناء، ولما اسمك جه طلبوك عشان يضموا اقوالك للمعهد. طيب ماشي، انا مضطر انزل بقى مش هينفع ارجع عشان اتاخرت. طيب ماشي. بس عاملة ايه دلوقتي؟ زي ما هي يا ابني. استر يا رب استر. السلام عليكم. وعليكم السلام. مش برضو اوضه بنت عمة زيزو؟ ايوه يا اخويا. هي فقت ولا لسه؟ لسه يا اخويا زي ما انت شايف. ما كانش ليها لزوم الهديه دي. لا ما تقوليش كده، ده اقل واجب الواحد يعمله. امال فين زيزو؟ بياخدوا أقواله تحت. طب ما تيجي توصلني بيه. اتفضل. اتفضل يا نور سامح إذنك. فلوس دي بتاعت إيه دي؟ ما تقوليش بس كده عيب، ده أقل حاجة يعني، ده زيزو ده زي ابني بالظبط. السلام عليكم. أهلاً بسيد المعلم. ابن حلال لسه كنت نازل لك. بقول لك إيه؟ عايزينك في اي حته كده نتكلم كلمتين مع بعض. وانا مش هتحرك من هنا غير لما البنت تفوق. يا عم ربنا فوقنا كلنا. عايزك في كلمتين وهمشيك بسرعه. يلا بس تعالى. ماشي تعالى نشوف اخرتها. خليك انت جنبهم يا وليد. ماشي. بس عارف طلعت دكر وعصبك ناشف وطحنته اخر طحن. جات اكتر من رايحات يا انديل. انديل؟ ايه انديل دي؟ بلعب معاك في الحاره؟ اسمع يا عم انديل، ده انا قد ابوك يا ابني. ابويا كان راجل شريف واكلها بشقاه، لكن انت وصاحبك بقى. ماشي ماشي هستحملك للاخر، كمل. قصدك ان مكسور العين ما قداموش غير طولة البال. مين اللي مكسور العين؟ انت فاكرني جاي اترجاك ولا ايه؟ اه جاي تترجاني. محضر الكتب خلاص وقلت في كل حاجه. شايف ده؟ هسلمه للنيابه.
عليه بصمات المحروس وابوه. خلينا بقى ماشيين في المشوار لحد اخره، لحد ما الباشا بعون الله يترفد. طب واللي يجيب لك حقك من غير قضايا ولا محاضر يا عم زيزو تعمل ايه؟ اللي يجيب حقي وحق بنت عمتي المحكمه يا قنديل. روح بقى قول لصاحبك ان خلاص بطلت اطاطي والم المتكسر، ومن هنا ورايح ههم براسي لفوق لفوق قوي غصب عنك وعنه وعن الدنيا دي كلها. يا ابن الناس علم مها ودي، واللي عازمها انت عمتك هيجي لها لغايه عندها. ما انا قلت لك والغلبانه دمها بينزل على الاسفلت. ليه يا 10000 جنيه بقيت حساب شغلي ولسه؟ شغلك اللي كنت ناوي تخربه بايدك ورحت بلغت عننا. اهو انت كده بقى ناوي تسوق الهبل على الشيطان. انت اللي سايق الشيطان على الصياعه يا عزيزو. رحت المخزن وخربته، لميت العده والكارتات، ورحت بلغت عننا وشرشابي عشان تبين لنا ان انت اقوى مننا. مش دي اخلاقي يا قنديل، بس اللي زيك دي ما هو ما تجيبش احسن من كده. محدش في الشارع كله يعرف حكايه الكارتات والغسالات الا انت. يا ابني ما تلوعنيش بقى. انا ما بلوعكش، انا وانت والشرشابي وعطيه وشافعي وجعور وكل رجالتكم عارفين. في الاول قلت لي ما انتش عايز الشرشابي يعرف وطلع شريكك. ماشي، ده مش موضوعنا. انت قلت خلاص الواد قرب يخلص المصلحه، نفرمه كارت ونحرقه على الترابيزه زي ابوه، لكن ورحمة ابويا ما هيحصل وهتشوف. حقي هاخده 10000 جنيه وال15 بتاع ابويا. لا دي بقى مش فاهمه، ايه ال 15000 بقى بتوع ابوك دول؟ البضاعه اللي اتسرقت ووصل الامانه وبكر وشبره، اهي دي بقى قضيه تانيه ومضمونه وعندي الدليل، بس اوانها لسه ما جاش. لكن موت ابويا بحصرته ودم بنت عمتي ليهم حساب تاني يا قنديل. يا ابني انت ماشي في سكه في ناس قبلك جربوها، سكه اللي يروح ما يرجعش. وماله، خلينا نجرب سكه اللي ما يرجعش على ايدك يا قنديل. يا فييس يا لهوي، انتك القرف بتقفل لي كوتشين يا زيزو. ماشي ماشي قوي، وحياة أمي للبخك. الحمد لله على السلامة يا دكتورة. اتفضلي صدعيني انتي وهي بس بسرعة عشان مش فاضية لكم. لا هو انتي لسه ما تهديتيش بعد الفضايح اللي شافها شارع عبد العزيز كله. انتي اخر واحدة تتكلم عن الفضايح يا زبالة، انتي فاهمة ولا لا؟ ايه ده ايه ده ايه ده، بالراحة على نفسك شوية. مش كفايه المصيبه اللي عملها اخوكي وهرب زي الاندال، ولحد دلوقتي احنا مش عايزين ناذيه. اللي عايزه تعمليه اعملي، روحي بقى بلغي، ارفعي قضيه، خدي اختك الزباله دي وانزلي بضحيه في الشارع، لكن تيجي هنا وتفتحي بقك لا، انت فاهمه؟ يا جماعه كفاياكم فضايح، تعبتونا. طب والله العظيم ما هسيبه، ولازم اخرج بيته بره زي ما دمرني وهرب. اعملي اللي تعمليه، ماشي؟ يلا يا بابا، يلا دول ناس زباله. عاجبك كده يا وش المصايب جبت لنا كلام والتهذيب؟ هقول ايه؟ منك لله. يا بنت فهميني سبب الخناقه اللي بره دي ايه؟ عادي يا بابا ما يهمكش، اصلا دول ناس تخاف ما تختشيش، لو جم تاني بقى هزقهم واقفل الباب. الله. طب استني فهميني، كنت بتعملي ايه في المستشفى؟ حصل ايه؟ بس انا عايز اقول لك ان انا خلاص جبت قرار. ايه اللي انت بتقوليه ده يا بت؟ انا رحت المكتب اللي جاب له التاشيره وجبت تليفون وعنوان الشركه اللي بيشتغل فيها بره، بس وديني ما انا سايباه، يا اما بقى هيعمل اللي في دماغي يا هينزل مصر هنا افايق قمر عيش وهسجنه هنا كمان. يا بنتي مش بتقولي انك حامل؟ يا احسان انا مش حامل، انا كنت بس بقول لهم كده عشان اخوفهم، بس بيني وبينك لو حكمت ان شاء الله حتى اجيب لهم عيل بعد 9 شهور ابن حرام واقول لهم ده ابنكم كمان. واحنا بقى نقعد نستنى انا وابوكي 9 شهور في الفضايح اللي انت عاملاها لنا دي؟ كاتب القرف. بس الحمد لله. يعني فقت من البنج؟ لا لسه، بس الدكاتره طمنونا عليها. المشكله بقى في المحضر اللي اتعمل وكان لازم اقول فيه كل اللي انا شفته. يوه ليه بس كده يا لبنى؟ هعمل ايه بس يعني يا بابا؟ ما الراجل سالني وكان لازم ارد عليه. اي نعم يعني كل اللي قلته ضد عاصم وابوه، بس بصراحه بقى يستاهلوا عشان حاسين ان ارواح الناس ملهاش قيمه. وبعدين يا لبنى؟ وبعدين في ايه؟ في العيشه اللي احنا عايشينها هنا في عبد العزيز، والبيت اللي انا ورثته من ابويا الله يرحمه، وعشت فيه طول عمري بشرفي وكرامتي، بقيت حاسس بالغربه في البيت والشارع. الناس بتبص لك كاني عامل عامله ولازم اتدرى منها. معلش يا بابا، مكتوب ما
مكتوب يطلع لك ابن زي صالح مستهتر وواطي في كل تصرفاته، حتى ما فكرش يتصل بيك يقول لك شكرا على تذكره السفر والتاشيره اللي انت عملتهم. انا لا عايز يشكرني ولا حاجه خالص، انا عايز يجي يشوف حل لبنتي دي عشان نلحق نلم الفضيحه. انا عارفه هي بتفكر في ايه. تعمل ايه؟ تفكر تعرف فين مكان شغله وتكلمه هناك وتاذيه، يعني تفضل تزن عليه لحد ما يجي لها. بصراحه بقى يعني يا ريت تعمل كده عشان بقى يلم نفسه ويشوف حل في اللي هو عمله ده. حتى لو كان بريء زي ما بيقول يا لبنى، حتى لو كان بريء والبنت دي غلطت وعملت الحكايه دي مع حد غيره، ليه هو يجي يدخل؟ استغفر الله العظيم يا رب، انا بقول ايه؟ بس بصراحه بقى يعني هو يستاهل عشان هو مستهتر وسافل واطي اساسا. معلش انا اسفه يا بابا، انا اسفه مش قصدي والله. طب اهدي اهدي بس، تعالي بقى نشوف لنا لقمه ناكلها لحسن. انا حاسس ان السكر عندي واطي وجسمي كله بترعش. سامحني، كل اللي حصل النهارده ده محتاجين نفكر فيه تاني بهدوء. انت كمان سامحيني انت وعبد العزيز، يعني على الطريقه اللي كلمتكوا بيها، لكن الراي نفسه بقى لسه زي ما هو. صح يا بنتي، انا زي اي اب بدور على مصلحه بنتي، لو ليك راي تاني نتناقش. ما بقاش فيها تفكير، شكل زيزو هو بيتخانق مع عاصم النهارده يا بابا، حسيت انه بقى واحد تاني خالص انا معرفوش. انا السبب طريقتي معاه في الكلام عصبته، عشان كده لما شاف عاصم قدام منه بيتعنطز عليه وما قدرش يمسك اعصابه. بقول لك ايه، ما تقومي بقى ندور على اي حاجه ناكلها وبعدين احكي لي حصل ايه في المستشفى. حلو سمعت كلامك اهو، روحت مستشفى واتعالجت. فين بقى انت ورجالتك اللي مالين الشارع دول؟ مش هتجيبوا لي الواد ده ولا ايه؟ خلاص بقى يا اخي، هجيبهولك وهيتضرب على دماغه، بس المهم ان احنا دلوقتي اطمنا عليك اشعه وكله تمام. يا ساتر يا رب على الافتراء يا رب. بقى بعد ما ضربتهم بالنار بتقول ان لسه ليك حق؟ الكتمه يا بنت وانزلي عند امك يلا. ايه يا ابو النوق؟ بس يا بنت سيبيها تبص لنا لحد ونقعد على كده تخفى في داهيه. داهيه؟ تصدق ان اخد خدمه الغز علقه؟ بقى يا بنت تسيب اخوكي بيرمي وتنط في عربيه الاسعاف معاهم؟ الحق عليا، مش هروح اشوف ايه اللي بيحصل وارجع اقول لكم عشان تخلي بالكم من وعيدكم السودا دي؟ ما انت ما تجيش اخبار غزاية وشك. تعالى طب ابقى روح اسال ابوك بقى يا اخويا، هتطلعوا ازاي من الوقعه السودا اللي انتوا وقعتوا فيها دي؟ صدقني بالله بنت، انا هجيب طبنجه واطخك انت والوليه دي وامك كمان. يلا يا كريم وصليه وصليه. معلش يا كريم. اه قول لي. رحت له؟ ايوه يا سيدي. زي ما رحت زي ما جيت. يعني ايه؟ الواد كتب محضر بيتهمك انت وابنك ان انتوا كنتوا عايزين تقتلوه، وان الطلقه اللي خرجت من المسدس هو اللي كان مقصود بيها مش حد تاني. ملهاش حل بقى غير ان احنا نخرس لسنه كل الناس اللي شافت العركه دي. يا عم انت بتتكلم اي كلام، مش تتكلم بالعقل. يعني ايه؟ يعني اسيب ابني يروح مني؟ اعمل ايه؟ اسيبه يضيع مني؟ طب ما عرضتش عليه فلوس؟ سبت الام باكو واتكلمت معاه، هو دماغه الف سيف ان هو مش هيتنازل. ده انت كمان ما تعرفش عمل ايه، جايب المسدس وحطه في كيس وبقول هروح اديه النيابه. يبقى احنا لازم نخلص منه. اقول لك على حاجه، جو الواد هو اللي هيخلص لك الموضوع. عايز 15,000 باكو. 15,000 باكو؟ واضمن منين انه ما يرجعش تاني لعيب؟ طب ما احنا ممكن نشوف حد ياخد هو ال 15,000 باكو والموضوع يتدفع. تفتكر يا انديل مين اللي ممكن يعمل كده؟ اقول لك انا مين. مين؟ زيدان الدوري. يا نهار اسود، يعني البنت دي ضربت بالنار؟ لا يا باشا، دي كانت خناقه كده في الشارع يعني. امال احنا جايين لحضرتك ليه بقى؟ المجني عليا دي ظروفها ايه بقى؟ ده انت قصدي ساعتك احنا بنت ناس؟ دول غلابه قوي يا باشا، دي قريبه الواد اللي انت طلعته من الاسم ديك النهار. ابنك تحول على النيابه ولا لسه؟ لا يا باشا، نيابه ايه؟ لو نيابه كان راح فيها، نوعين في عرض حضرتك عشان كده.
انتوا مش بتقولوا ان هي قريبه الواد اللي غفير عندك ده يا انديل؟ ايوه. ما تعرضوه وتخليه يتنازل يا باشا. يا ريت، واحنا كنا جينا حاولنا معاه بيه ومش راضي. ما هو ما خبيش عليكم، لو الواد ده ما اتنازلش على المحضر هنخش في متاهات ملهاش اي لازمه خالص. يتنازل يا باشا بس حد يكلمه. انا يا سيدي هكلمه. هو فين دلوقتي؟ قاعد جنبها في المستشفى. طيب الاول نكلم المستشفى عشان ناخر المحضر ما يروحش النيابه لغايه لما اشوف الواد ده واتكلم معاه، ولو عايزين تنجزوا صحيح حد فيكم يروح يخطفه ويجيبه اتكلم معاه قبل ما امشي. والله يا باشا انا مستعد اروح اجيبه يا باشا. يلا. يا عم خنقتني بقى، ده سابع حجر حفت ولعه وانا سايبك متسكات كده. بنت لبتها يا معلم، بس انا مش عارف اعمل بيها ايه. بنت لبتها يبقى تاكلها على طول اصلا. يا بنت لبتها بس مش ليا انا. يبقى اقول له اكلها لغايه ما اجيب. يا جدع اصبر بقى وخليني اقفش دماغي عشان اقول لك. طب اهو يا عم قول يا عم اهو. اسمع اسمع اهو يا جدع. اسكت اسكت، احنا قاعدين في قهوه. عطيه كان في السنترال ليلتها بيعمل ايه؟ سنترال؟ سنترال ايه بقى؟ بتتصل بالتليفون. حلو قوي. بيتصل بمين؟ هيكون بيتصل بمين يعني؟ بالتليفون. حلو قوي. التليفون التاني ده بتاع مين؟ يا عم انت اتسطلت ولا ايه؟ ما التليفونات كلها بتاعت الحكومه. اموت في دماغك اللي بتنطق عسل. عسل ايه؟ انا مش حاسس باي لحنه يعني. لانك راضع زباله. اسمع، عطيه هو اللي بلغ الحكومه عن انديل وزيزو يا معلم. عن انديل وزيزو يا معلم؟ مش وقته بلغ عنهم ليه؟ عشان يتمسكوا. حلو قوي. يتمسكوا بايه دي بقى؟ نسال فيها فتيح. اموت في دماغك والشجره اللي طالعه منها ديت. يا عم ايه الكلام العجيب ده؟ طب ولما عطيه هو اللي بلغ عن الدين والشرشابي، امال ليه جابوك يقرروك عن اللي بلغ واللي خبط؟ طب ايه رايك يا بكر نروح للشرشابي ونقول له ان عطيه هو اللي بلغ؟ لا يا معلم. طب ايه رايك بقى نروح لقديل ربطه يكون الشرشابي هو اللي بعت عطيه يبلغ؟ كده كتير عليا، كده كتير عليا. انت وصلت لاختراع الجاموسه اللي بالكهرباء يا معلم. طب انا اخترعتها، تعرفش انت تحبلها او تعمل لنا كوبايه شاي باللبن؟ كده انت بدات تخبص وتخنقني وهروشك. حاسب الواد نصر وحصني. ولا يا نصر. ايه يا عم ايه؟ جالك يوم. ايه؟ هحاسبك. وحياه امك. حسابنا كام؟ حسابنا 3 جنيه. ماشي. طب معاك فكة بريزة؟ فكة بريزة ايه يا عم؟ دي معزة قايمة ومعزة نايمة، انا معيش غير 5 جنيه. 5 جنيه؟ اه. خلي 2 جنيه عشانك. الله يبارك لك. الله يبارك لك. روح انت مع وليد وانا حضرت معاك. ما انت بدري بس تقلقيش، انا هنام هنا على الكرسي ده مكانك لحد الصبح. طيب يا اللي تشوفه. يلا يا وليد. وانتوا مروحين خدوا تاكسي واقفلوا الباب عليكم من جوه كويس. وانت يا وليد مفيش مذاكره بره النهارده. تقلقش، خلي بالك انت على نفسك. بقول لك يا زيزو، مش واجب برضه نبلغ اهلها في البلد؟ أنا قلبي واكلني وخايفة يحصل لها حاجة كده ولا كده. لا لا يابا، هيجولنا بقى وجايبين سلاح ويعملوها طار والموضوع يكبر. الموضوع كبير كده ولا كده يا ابني؟ ربنا يجيب العوا ويسلمك. يلا يا وليد. خلي بالك من أمك. أنا متأكد إنك سمعاني عشان أنا بتكلم من قلبي. بتبقى جنبه واحدة زيكم ما يحسش بيها يبقى حمار وغبي وقلبه ميت. سامحيني، أنت ما تستاهليش كل اللي حصل لك ده، وأنا السبب. الحمد لله على السلامة. سلام.
الله تسلم يا سيد الناس. ان شاء الله. الدكتور قال مفيش اكل ولا شرب الا بعد ساعتين. الله يسامحك يا عبد العزيز. تحب على يدي عشان عارف اني مش عارفه اشدها منك. تحب على يدك وعلى راسك وعلى رجلك كمان. ربنا يعزك يا سيد الناس. هتحملني ذنب وعر قوي. الذنب ذنب يا أجيال. مش كل اللي حصل لك ده كان من تحت راسي وانا السبب فيه. حصل ايه بس؟ كانوا عايزين يضربوني بالنار وانتي وقفتي قدامي وفديتيني. فداك الف اشجاع. عندنا في البلد لما بنلاقيش لب بنجزجزوه بنكركش وطلقته. الظاهر ان البنج ده عمل لك دماغ عاليه قوي. قولي هو العروسه اللي كنت رايح لها هي سبب العركه دي؟ العروسه دي مش نصيبي يا اشجان. تعرف الغيب يا والله العظيم من نصيبك يا عبد العزيز. بس اللي يصبر ايه؟ مالك يا اشجان؟ مالك كده يا زيزو؟ ابقى اجريكم واعرف من بره كده. ما تقولش لمريم. يخرب بيتك حد يخش على الناس كده هجمه. طب على الله بقى كده اهوت يا فتوه بقى كل خدت درس وشوف مين عايزك بره. ما تخلصي هتعملي فيها سوسن بدر. مين يعني مستني بره؟ لا مؤاخذه بس كده عشان معانا حريم. طب وانا غريب يعني ولا ايه؟ يا عم بقول لك ما خليك معايا هنا معانا حريم. بقول لك طب اقول لك ايه؟ عايزك في مشوار مهم قوي. لا انا مش هتحرك من هنا. زيدان بالدوري عايزك في موضوع مهم جدا وهرجعك تاني بالعربيه. يلا بينا. ومال يعني هو زيدان بالدوري هيعضني؟ انا نصيه وراجع. ها روح ما تاخرش انا قاعده معاه ساعتين. لا انت بالنسبه لك تروحي النهارده اجازه. ما تتاخرش عليا يا زيزو. حارسك ربنا يا سيد الناس. قولي لي اشكان فوق ايه هنا؟ كنت بتوديته في ايه؟ ها لا ابدا كان بيطلب مني الجواز حبيبتي يا اشجان.